والتي تتضوع بأنفاس الحب وتلتئم. أن أتقدم لكم نيابة عن وفد وسيادته واستغلاله، وظلنا نؤكد لإخوتنا بناء السلام ورتق النسيج ولمدة 5 سنوات لتسيير أعماله، وهذا جهد دعم بعثة الاتحاد الأفريقي في دارفور. وإننا نؤكد لكم أننا لا نرغب في مجابهة مع المجتمع الدولي، ما نسعى لتحقيقه هو الإبقاء على الصبغة الأفريقية للقوات بدارفور من حيث الشكل والقيادة، على أن تقوم الأمم المتحدة بالدعم المالي والفني واللوجستي لتلك القوات تنفيذاً لقرار قمة الخرطوم. من الضروري إنهاء الحصار الظالم المفروض على الشعب الفلسطيني الشقيق بأقرب فرصة ممكنة، لكي تتاح عملية السلام تتحرك من جو بعيد عن القهر والإكراه على نحو يسمح بنجاحها في تحقيق هدفها المنشود في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة إن شاء الله. اجتمعوا في مكة المكرمة بجوار بيت الله الحرام ونجحوا بفضل الله والتي تلزم كل العرب وتشكل إطار قبول. إننا في مفترق طرق، فإما أن نتحرك نحو سلام حقيقي مقبول نحن جاهزون له، أو استمرار بل تزايد وضع التوتر الأقصى وكثيرون جاهزون له. أساس مهم للوصول إلى حلول دائمة ومستقرة. Instability in the Arab League states is of profound significance for international peace and security. I'm here with you today in the early days of my tenure to pledge my support and that of the United Nations for peace, justice, and the well-being of your peoples. In recent years, the Middle East region